معايا واحد من نجوم نادي الاسماعيلي وواحد من نجوم منتخبنا الوطني، علامه صراحه في الاسماعيليه، كابتن حسني عبد ربه. طبعا كابتن حسني، مساء الخير عليك يا كابتن. السلام عليكم. او صباح الخير بقى، خلاص صباح الخير يا ابو الكباتن. ماشي الاثنين. لا لا سلام يا كابتن محمود. طبعا منورين. كابتن حسني ازيك؟ كابتن حسني، انت واحد من رموز طبعا نادي الاسماعيلي وتاريخ كبير في الاسماعيليه، يعني ما يحدث داخل نادي الاسماعيلي اكيد حضرتك ليك راي في هذه الجزئيه، وده يهمنا وطبعا جماهير نادي الاسماعيليه حابه تسمع كابتن حسني عبد ربه في الجزئيه دي. بص يا كابتن فاروق، انا يمكن اتكلمنا كتير جدا خلال السنتين اللي فاتوا في مشاكل وفي ظروف ولا حياه لمنتو نادي. يعني دي مشكله كبيره جدا 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 جدا. المشاكل هي نفس اللي بتحصل. لو جيت بصيت على المدربين، جيت بصيت على اللعيبه، جيت بصيت مين اللي بيجيب لعيبه، بص هي مشكله موجوده ما بتتغيرش خالص. للاسف انت ما بتحاولش تغير للاحسن، انت بتغير مجرد بس التغيير، مجرد ان انت عملت حاجه بس انت بتغير للأسوأ للاسف. فانا مش عايز اخش في مشاكل ومش عايز اتكلم في مشاكل، خلينا نتكلم على الاسماعيلي في حلول. لان لو احنا اتكلمنا في مشاكل، جميل جميل، الدوري السنه دي دوري رخم زي ما بيقولوا في لغه الكوره، دوري رخم. الفرق كلها بتكسب بعض، الفرق كلها قريبه من بعض، ما عادش فيه زي السنه اللي فاتت او اللي قبلها او زي ما احنا متعودين نقول اللي فيه ثلاث فرق اللي طالعين مش عارف بيخش معاهم فرق او اثنين خمس ست فرق هم اللي بيتنافسوا على بعض. لا، السنه دي الدوري مختلف، الفرق كلها شبه بعض الا الناس اللي صرفت والناس اللي عملت فروقات شويه، باستثناء طبعا الاهلي والزمالك، دول انا بعتبرهم في جنب لوحدهم. بيراميدز انا بعتبر صرفت وعملت، بس برضه بيراميدز يعني ممكن اي فرقه تلعبها عايزه تكسبها، لان مش مسنوده على اسم قوي. انت عارف في الكوره الاسم بيفرق. الاهلي والزمالك الفرق كلها الفانيلا يا كابتن، الفانيلا نفسها بالظبط بالظبط. فانا بقول النادي الاسماعيلي محتاج تصحيح جوه بشكل ايجابي. يا كابتن فاروق احنا اتكلمنا كتير، في ناس طلعت اتكلمت والناس قالت حلول، بس زي ما بقول لك لا حياه لمنتو نادي. انا بقول يا جماعه، يمكن انا كنت في لقاء تلفزيوني من قريب من اسبوع وقلت يا جماعه لازم يبقى في مبادره. انا كراجل اسماعيلاوي والحمد لله الناس عارفه، ما حدش هيزيد على حب النادي الاسماعيلي، انا قلت انا مش بتكلم علشان عايز اخش نادي اسماعيلي، انا مش هخش والناس دي موجوده لاني انا هختلف معاهم، بس انا عايز احط كلمه واحده، الكيان، عايزين نحافظ على الكيان. بمين موجود مين مش موجود؟ الاسماعيلي كبير والاسماعيلي موجود لازم يبقى كبير باي حد، ولازم اي حد يخاف على اسم نادي الاسماعيلي. فانا قلت الاداره تعمل مبادره الاتصال باللعيبه الكبار، لعيبه انت عملتوا القعده دي السنه اللي فاتت يا كابتن حسني؟ ما كانش في قعده يا كابتن فاروق، ده اللي عملها كابتن علي غيط مبادره علشان خاطر ظروف النادي كان اللي احنا فيها، ورحنا الملعب وحتى ما كانش في حد في استقبالنا غير عضو مجلس اداره، وسلمنا على اللعيبه وحسيناهم بالمسؤوليه والسلام عليكم ورحمه السلام. زي ما بتكلم ما كانش في اهتمام في دي بالذات كمان، ما كانش في. انا بقول يا كابتن فاروق اللي احنا عايزين فعل اللي احنا نقعد مع مجلس الاداره، اللعيبه القدامى، كل واحد بيقول حله، احنا مش بنقول مجلس الاداره يمشي ولا، احنا عايزين حلول ايجابيه. اسمع للناس، عدم السماع للناس ده موصلنا للي احنا فيه، وعدم التغيير للاحسن بيوصلنا للي احنا فيه. فاحنا مش هنتفرج لما نلاقي نادينا بينافس على هبوط، مع احترامي الكامل، انديه كبيره جدا 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 يا كابتن فاروق كانت بتمر بنفس اللي الاسماعيلي بيمر بيه، والوقت ورا وقت ورا وقت الفرقه دي ما شفناهاش تاني في الدوري. صحيح. وكانت يعني بتحارب عشان تصعد تاني دوري بعد 10 سنين و15 سنه مش قادره تصعد تاني. امثله زي الترسانه والاولمبي يعني، لا، والظروف الماليه دلوقتي عشان ترجع تاني. لا، النادي الاسماعيلي متعود طول حياته ما بيشتريش يا كابتن فاروق، طول عمره متعود على الناشئين، فين قطاع الناشئين؟ متعود دايما على العين اللي بتجيب اللعيبه، فين الناس دي؟ عشان كده انا بقول لك لازم اقتراحات، لازم الناس تقعد تسمع للناس اللي فعلا مش عايزين حاجه من النادي. انا بقول لك انا مش بتكلم عشان اخش النادي، انا مش هشتغل في النادي في وجود العقليات، لان انا مش هبقى دماغي متفاهمه مع الناس دي، مع احترامي الكامل ليهم طبعا، بس انا بقول اللي انا مساندتي للناديه في اي وقت من الاوقات احتاجونا ونقعد ونتكلم ونقول مقترحات، اهلا وسهلا. انما احنا مش هنقعد يا كابتن فاروق نقعد نطلع نهاجم ونطلع ونقول لا طبعا إيه. الهجوم من غير ما يكون في حلول. طب كابتن حسني، ولو انت واحد من ضمن اللي ممكن يقولوا مقترح، اكتر مقترح ممكن انت تكون في دماغك بالنسبه للنادي الاسماعيلي الفتره القادمه ايه؟ مدير فني على مستوى عالي وشخصيه محترمه جدا، وتدعيم على الاقل، على الاقل مش عايز عشان ما اقولش الاسماعيلي ممكن ماليا ما يقدرش يجيب تعاقدات كتير، ثلاث لعيبه
اربع لعيبه يوقفوا الفرقه على رجليها مع مدير فني ليه الصلاحيات يا كابتن فاروق؟ ليه واقعد وقول واعمل بلان، انا المدير الفني ده هيقعد لمده سنه يتغلب بقى ماتش يكسب ماتش، مش هقعد كل ماتش احاسب المدير الفني على ماتش، لازم يبقى عندي بلان انا حاطه. المدير الفني ده هيقعد يلعب سنه اتغلب كسب مش عارفه ايه قاعد معايا. يعني انت كده كابتن حسني كنت ضد فكره اقاله ريكاردو؟ ريكاردو وكابتن وهبه لا انا ما يعني ما ينفعش يا كابتن، عشان احنا شغالين عشوائيه، ما فيش تخطيط اي حاجه من غير بلان ومن غير تخطيط يا كابتن فاروق مش هتنجح صدقني، هتنجح لوقت بسيط جدا، ماتش ماتشين ثلاثه ست شهور وبعد كده هتفشل. فانا بطلب، انت بتقول لي مقترح، انا بقول لك مدير فني محترم ونديله كل الصلاحيات ويشتغل وهو اللي يجيب ثلاث اربع لعيبه. طب ما هو كابتن طلعت جه يا كابتن ويمكن حاسس ببعض الامور اللي ممكن ما تخلوش ينجح، فبالتالي اعتذر. ما دي نقطه، انت ده واحد اهو. ما انا راجل بقول لك مقترح، انا يعني بقول مقترح، انت بتسالني بتقول تمام. هل المقترح ده هل المقترح ده الناس هتسمعه؟ الناس هتاخد بيه؟ الناس هتطلب الناس الرموز وتقعد معاها مجرد استشاره؟ احنا ولا بنقول امشي رئيس نادي امشي، ولا بنقول مشي حد، احنا بنقول يا جماعه كلنا عايزين نساند الكيان فقط لا غير. تمام. طيب كابتن، لو في مقترح برضو من الرموز ان انت تقدر تبيع عدد من اللاعبين عشان تقدر تصرف على فريق، واحد زي باهر مثلا، هل انت مع ولا ضد في هذه الجزئيه؟ لا انا مش مع بيع حد، انا مش مع بيع حد يا كابتن سالو، انا مع تدعيم النادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي لو احنا هنبيع لعيبه والباشمهندس ابراهيم عثمان موجود، ده يبقى دي مشكله كبيره جدا. وما ادراك ما العثمانيين، ما حدش يقول لي اللي العثمانيين معهمش فلوس. يا جماعه انا مش عايز اتكلم في تفاصيل وما بحبش اخش في تفاصيل، لان انا بتكلم ناس كلها كانت متعشمه في ولاد عثمان، احمد عثمان وما شاء الله تبارك الله، يعني يقدروا يشتروا لعيب واثنين وثلاثه يا كابتن، يقدروا. انا عايز ابني على اللي موجود، مش عايز اهد اللي موجود عندي. وده اللي حصل لما حققنا المركز الثاني. انا معلش مش عايز اطول عشان الكابتن محمود. لا كابتن حسني، انا كنت عايز احنا بنتكلم على الاسماعيلي، احنا كلنا والله كابتن حسني عشان كابتن ابو الدقه كمان ما بحبش ابقى. لا يا كابتن حسني، انت نجم كبير ورمز من رموز نادي الاسماعيلي. خلي بالك، نادي الاسماعيلي محتاج ان انتوا تقفوا جنبه يا كابتن حسني في الفتره اللي جايه. انت مش محتاج، انت بتقول ان انا واقف للكيان، ده حاجه كويسه، لكن خليني اقول لك بخبرتي ان انا لعبت مع النادي الاسماعيلي كتير جدا. احنا كنا بنشوف لعيبه كنا بنتخض في الملعب يا كابتن حسني. انت عندك الوقت في الملعب مفيش تقل، مفيش خبره في الملعب. النهارده اللعيبه اللي عندها دي خبرتها قليله جدا. فانت النهارده لسه النهارده انت عندك لازم لعيب يبقى قائد في الملعب زيك السنه اللي فاتت او اللي قبليها، كنا بنشوفك وبنشوف حمص وبنشوف الناس دي. انت النهارده اللعيب امتى يبقى قائد؟ يقدر لو انا كسبان يقدر يقول لك لا احنا ما عملناش حاجه، طب لو انا خسران لا يوقفنا على رجليها تاني. لكن ده اللي حصل، ده اللي حصل النهارده. انت كنت كابتن محمود النهارده مغلوب 3-1 وكان عندك نص ساعه، كنت ممكن تقدر ترجع تحس ان الفرقه خلاص احنا كده اتغلبنا وسلموا. خلي بالك ده خطر كمان، ان انت بتستسلم للهزيمه ده خطر يا كابتن. ما ينفعش يا كابتن، لا ما ينفعش، انت نادي كبير. بعدين انت داخل على مرحله صعبه، انت عندك ان شاء الله باذن الله الفرقه مسافره الخميس كل المصنعيات، عندنا قبل نهائي بطوله عربيه الرجاء طبعا، يعني ماتش صعب جدا. ماتش صعب جدا، وفي نفس الوقت مفيش حاجه في الكوره مستحيل. انا بقول لك اهوت، مفيش حاجه في الكوره مستحيل. انت كسبان 1-0 ممكن تروح تلعب بخطه كويسه بلعيبه تقدر تدافع كويس. انا بقول لك من دلوقتي مش هينفع تروح هناك وتهاجم والكلام ده، هتبقى عامل خطه محترمه تقدر تدافع وتلعب على هجمه مرتده وما تعرفش في الكوره، ممكن تلاقي نفسك بتوصل لنهائي بطوله عربيه، تاخد بطوله عربيه، ليه لا؟ الناس بعين كبير اسمه، خد بالك وانت رايح تلاعب الرجاء، الرجاء والله في عز المستوى اللي انت رايح فيه ده، نادي الرجاء هتلاقيه خايف منك. تي شيرت النادي الاسماعيلي برضو يعني الاسماعيلي كبير يا كابتن. طبعا علشان كده احنا كلامنا ومساندتنا علشان عايزين نادي الاسماعيلي يرجع تاني. طيب النادي الاسماعيلي مش هيرجع غير باللي احنا بنقوله يا كابتن محمد. طيب.